أحسن الله إليكم. الأخ محمد يقول: ما هو الخوف المحمود وما هو الخوف المذموم؟ مأجورين. الخوف المحمود هو الذي يحمل على طاعة الله جل وعلا ويمنع الإنسان من المعاصي خوفا من الله، يعمل الطاعات رجاء لرحمة الله ويترك المعاصي خوفا من الله. أما الخوف المذموم فهو الخوف الذي معه قنوط من رحمة الله، معه قنوط من رحمة الله. قال تعالى: إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. قال: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. هذا هو الخوف المذموم الذي معه قنوط من رحمة الله ويأس من رحمة الله. نعم.